هل كان شبكة الطرق وشبكة النقل اللي موجودة، اللي النهاردة احنا داخلين في حوالي 1.7 1.8 ويمكن نصل ل 2 تريليون جنيه، هل احنا كان ممكن ما نعملش ده ونسيبها كده؟ هي القضية اللي حصلت ايه؟ انا بكلمكم بمنتهى الصراحة، وده والله ما اقصد بيه اساءة لاي حد، ان احنا اضطرينا نعمل كل حاجة، احنا بنشتغل في كل حاجة، ما كانش عندنا طرف ان انا اقول اولويات اسيب حاجه واخلي حاجه لوقت تاني. كنا محتاجين نشتغل في كل الملفات، لان كل ملفات كانت عايزه جهد وعايزه مواجهه حقيقيه حتى تستطيع الدوله ان تجابه مستقبلها وتجابه الامال اللي هي بتعملها. طيب انا برضو عايز اقول شبكه القوميه للطرق، انا ساعات انا بلف كتير في لوحدي، يعني اقول يا ترى لو ما كانش ده اتعمل كانت الناس هتمشي ازاي؟ ما حدش بيسال نفس السؤال ده، يقول لو ما كانتش الشبكة دي اتطورت بالطريقة ديت كانت الدولة دي هتمشي ازاي؟ مش بس في القاهرة ومش بس في اسكندرية، انا بتكلم على الدولة المصرية في كل انحائها. الخلاصة اللي انا عايز اقولها ان ما كانش عندنا طرف او سوء تقدير في الموضوع، لا طرف يعني احنا ما كانش مهم وعملناها، ولا سوء تقدير في الموضوع، لا. بس خلي بالكم وانتوا بتعملوا ده حجم وقدرة الدولة المصرية قد ايه عشان يتعمل ده كله في المدة الزمنية اللي هم ال7 سنين دول. ده عبء كبير قوي وضخم جدا. وأنا عايز أقول لكم لو النهاردة احنا بنحاول نعمله دلوقتي والسنين اللي جاية يتكلف قد اللي اتعمل ده 3 4 5 مرات.